هاي. بيستخدم أكثر من 6 مليار شخص حول العالم الهواتف الذكية بحياتهم اليومية، وبيمضي الفرد عادة 4 ساعات من وقته باستخدام الهاتف الذكي. هالشي ممكن يسبب خلل بالوظائف الإدراكية والاندفاع واضطرابات النوم والإدمان على مواقع التواصل. جمع عدد من الباحثين بيانات 600 شخص عشوائياً من عمر 18 سنة وما فوق، وقسموهم لثلاث مجموعات. ما استخدم الأفراد بالمجموعة الأولى هواتفهم الذكية أبداً لمدة أسبوع، بوقت خفض أفراد المجموعة الثانية استخدامهم للهواتف بمقدار ساعة يومياً، وما غير أفراد المجموعة الثالثة من نمط استخدامهم لهواتفهم. مين قال إنه النتائج أظهرت إنه الإقلاع التام عن استخدام الهاتف الذكي للحصول على نتائج جيدة للصحة العقلية منه ضروري، وإنه تقليل الاستخدام بمقدار ساعة يومياً بيقلل الاستخدام على المدى البعيد، بيخفف الاكتئاب والقلق، وبيزيد النشاط البدني والرضا عن الحياة عموماً؟ أنا قال، شوفكم بكرة.